وصلت المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس إلى طريق مسدودة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ويحاول مفاوضون التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما قبل حلول شهر رمضان، في الوقت الذي تعهدت فيه حركة حماس بمواصلة المحادثات في القاهرة، لكن مسؤولي حماس قالوا إنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح المحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة سكان غزة إلى منازلهم التي أجبروا على النزوح منها. وطبقا لمصادر إسرائيلية فإن تل أبيب قاطعت المحادثات لأن حماس رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء جميع المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة. وتقول حماس إن هذا يستحيل بدون وقف إطلاق النار أولا بالنظر إلى أن المحتجزين موزعون في أنحاء مناطق غزة. وفي مجلس الأمن عدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لدعم وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين. ويعكس التعديل الجديد للنص الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين التصريحات الحادة التي أدلت بها كامل هاريس نائبة رئيس الأمريكي، ودعت فيها إسرائيل إلى فعل المزيد لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة. المصرية متواصلة منذ بدء الأزمة في غزة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مفاوضات مع طرفي الصراع مع حماس، حركة حماس وإسرائيل على أرض القاهرة. هناك مفاوضات مباشرة ومفاوضات أيضا غير مباشرة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع، وهناك أيضا مفاوضات من المتوقع أن تستمر على مدار الأسبوع المقبل. في هذا السياق ينضم إلينا في استوديو من القاهرة سعادة السفير شريف شاهين مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. بداية يعني حضرتك كيف تقيم عملية المفاوضات من بدايتها حتى
الآن ما بين حماس وإسرائيل والجهود المصرية طبعا بمساحي أيضا قطرية وأمريكية في هذا السياق؟ واضح طبعا من سياق المفاوضات أنها مفاوضات شاقة صعبة جدا، انتقلت من باريس إلى القاهرة إلى الدوحة ثم إلى القاهرة مرة أخرى، والأطراف العديدة اللي بتتدخل في هذا التفاوض عملية تفاوضية بتصر إسرائيل على الاستمرار في العدوان، بالنظر إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو مصر على أن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافه فيها، وأهدافه طبعا أهداف شخصية تتعلق باستمراره في رئاسة الوزارة واستمرار هذه الحكومة المتطرفة. طبعا الجولة الأخيرة اللي تمت في القاهرة تم إحراز بعض التقدم المحدود، إلا أن إسرائيل بتصر على الحصول على الحد الأقصى من المطالب اللي ما بتلبيش احتياجات الجانب الفلسطيني في هذه المرحلة، لأنه بالطبع رفضت المطلب الفلسطيني بإطلاق سراح بعض الشخصيات الفلسطينية، منهم تحديدا 12 شخصية فلسطينية بتصر على استبعادهم من قائمة المطلوب الإفراج عنهم، بتصر على الإفراج عن كافة الأسرى أو الأسرى العسكريين لدى حماس قبل إعلان الهدنة، فيما تطلب حماس أن يكون هناك نوع من المرونة من جانب إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا الإعلان عن وقف إطلاق النار وإجراءات لعودة السكان إلى المناطق اللي هجروا منها، بالذات في منطقة الشمال والوسط اللي تعرضت منطقة خان يونس اللي تعرضت لهجوم شديد في الفترة الماضية. الأمور الآن واقفة على عدد الأسرى وكيفية تبادل الأسرى ومدى الهدنة اللي هتسمح بها إسرائيل، لأنه إسرائيل واضح أنه في إصرار على الاستمرار في الحرب واقتحام رفح، باعتبار أن هم يعتقدوا أن رفح فيها المعقل الأخير لقيادة حماس. طبعا في تباين في الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي، في ضغوط دولية بتمارس على إسرائيل الآن، كما أن هناك أيضا ضغوط دولية وجهود إقليمية وضغوط إقليمية تمارس على حماس للتوصل إلى اتفاق يكون مرضي للطرفين. سعادة السفير، إذا كان وقف إطلاق النار هو في النهاية هو المطلوب من تحقيق هدنة، لكن إسرائيل يعني ترفض وقف دائم لإطلاق النار، هي تريد وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 40 يوما إذا حتى تحققت مطالبها. هل حضرتك تعتقد أن يعني هنا سوء النية يظهر في يعني المطالب الإسرائيلية، باعتبار أنه من الممكن بعد الإفراج عن الأسرى وتحقيق هذه المطالب تقوم بضربات قوية أخرى في غزة؟ الطرفين لا يثقوا في بعض، الطرف الفلسطيني طبعا باعتبار سابق تعامله مع إسرائيل في عدة حروب في غزة، واضح أنه في هذه الحرب الأخيرة اللي تطورت فيها الأمور بشكل جوهري ونوعي حتى في طبيعة هذه الحرب وطبيعة الرد الإسرائيلي العنيف اللي لم يسبق أن حدث من قبل بالنسبة لغزة، واضح أن هناك يعني سوء نية من الطرفين لا يثقوا في بعض، وبالتالي ده بيلقي عبء على جهود الوساطة الإقليمية، سواء كانت الوساطة اللي بتقوم بها مصر وقطر والأردن وفرنسا من جانب، والضغوط اللي بتمارسها الولايات المتحدة من جانب آخر على إسرائيل، إلا أنها أيضا ضغوط ليست كافية بالنسبة لإسرائيل، وهناك يعني البعض داخل الإدارة الأمريكية يلوم الرئيس بايدن أنه لا يقوم بالقدر الكافي من الضغط على إسرائيل، بالرغم من تباين المواقف ما بين بايدن وما بين نتنياهو، إلا كل ده بيلقي بتبعاته على طبيعة وجو التفاوض، عملية تفاوضية صعبة جداً بيشوبها نوع من الإحساس بأنه كل طرف قد يغدر بالطرف الآخر،
حماس لا تثق في نوايا اسرائيل. طب اذا كيف سيكون هناك ارضيه مشتركه سعاده السفير؟ يعني ما هي معطيات الارضيه المشتركه للوصول الى بدايه حل؟ ضمانات، وجود ضمانات دوليه تسمح لكل طرف بالالتزام بها. يعني يكون في ضغوط من اجل ان يكون هناك يعني ضغوط امريكيه واضحه على اسرائيل، وتقدم ضمانات انه في حال انه تم الافراج عن عدد من الاسرى انه اسرائيل ما توسعش من الهجوم. وطبعا استراتيجيه حماس في هذه المرحله انه الورقه الاخيره اللي في ايديها هي الاسرى، وبالتالي تعتقد انه لو فقدت هذه الورقه لن تكون قادره باي حال من الاحوال على تقديم اي جديد، وهتكون يعني امام اسرائيل ما لديهاش اي اسلحه. لكن هذا الملف لم يهتم به نتنياهو من البدايه، يعني حتى ملف الاسرى ووجودهم يعني عند حماس او المحتجزين لم يكن مهم. حتى هو في بعض التصريحات قال انه مصلحه اسرائيل ولن يوقفنا اي شيء عن المصلحه العليا. نتنياهو بالدرجه الاولى لا يهتم الا بمصلحه نفسه، حتى جمهور اسرائيل والراي العام الاسرائيلي يعتقد انه الان غير مؤهل لقياده الحكومه في مرحله دقيقه، وبدليل المظاهرات اللي بتقوم في اسرائيل مطالبات بتاعه اهالي الاسرى باطلاق سراحهم، وان هذه الحرب واستمرار هذه الحرب سوف تؤدي الى مزيد من الضحايا من جانب الاسرى. من ناحيه اخرى انا ارى انه الولايات المتحدة عليها عبء كبير في هذه المرحلة انها تضغط على نتنياهو انه يقبل بالصيغة اللي هتعرض على الجانبين، خصوصا انه حماس قدمت تنازلات بالفعل في، ولكن اسرائيل بتصر على مطالب منها مثلا استمرار المسح الجوي فوق القطاع اثناء الهدنه، وده حماس ما بتطلبش بيه استمرار عدم عوده الاهالي الى المناطق اللي هجروا منها. حماس لها مطلب بالنسبه لادخال المساعدات الانسانيه، وان هذه الهدنه يعني تعتقد انه الهدن المؤقته دي لن تحقق مصلحتها ولن تحقق مصلحه الشعب الفلسطيني. الان احنا محتاجين هدنه دائمه علشان نقدر اننا ندخل في عمليه جديده من التفاوض حول حل الدولتين، اللي هو اصلا اسرائيل وهذه الحكومه لا تقبل بحل الدولتين. حتى الولايات المتحده لما بتطرح هذا الحل ليست جاده في فرضه على اسرائيل. ما الذي يمنع الولايات المتحده من ضغط الكامل على اسرائيل، وخاصه ونحن على اعقاب يعني واضح انتخابات امريكيه؟ واضح انه طبيعه المرحله دي وطبيعه الحمله الانتخابيه وتدني شعبيه بايدن في هذه المرحله ووجود تيار داخل حتى الحزب الديمقراطي معارض لتوجه بايدن الضعيف ازاء اسرائيل، وضغوط الرأي العام الأمريكي اللي هو بيستهجن الآن هذه السياسة الأمريكية بيلقي بظلاله على القرار الأمريكي على 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 أسلوب إدارة الإدارة الأمريكية للصراع في غزة، بدليل إنه الأمريكان بدل ما يمارسوا ضغوط على امريكا على اسرائيل لوقف اطلاق النار او حمايه المدنيين، بيقوموا بانزال جوي للمساعدات الانسانيه اسوه بكل الدول الاخرى اللي بتقوم بهذه العمليه كنوع من امريكا، يعني هي نوع من محاوله لتبييض الوجه من جانب الاداره الامريكيه، ولكنها لا ترقى الى المستوى المطلوب. يعني مطلوب النهارده ان الولايات المتحده تمنع تزويد اسرائيل بالسلاح، او تطلب من اسرائيل أن هذا السلاح لا يستخدم ضد المدنيين ولا يستخدم في الهجوم على رفح، لأنه واضح أن هو ده هدف نتنياهو المقبل، والآن وهو مصر ويرفض أي بديل آخر، ويعتقد أن استمراره في هذه الحرب هو الانتصار للأجندة اللي هو بيطرحها. وطبعا هو بيعتبر نفسه والمتطرفين في حكومته أنه المنقذ لإسرائيل، فبالتالي هو تحت تصورات واهية وتحت تصورات فيها نوع من الإليوجنز أنه هو المخلص، لكن الحقيقة أنه تبعات هذه الحرب
سوف تشعر بها إسرائيل في المجتمع، وستفقد الكثير من أصدقائها عندما يعني تهدأ، عندما تنتهي غمار هذه المعركة ستتضح إسرائيل مدى الخسارة اللي هتلنا بيها، سواء كانت خسارة سياسية أو أعتقد فندم نتنياهو فعلا أيقن حجم هذه الخسارة، وخاصة أنه بيحاول يخرج بأي مكسب، يعني حتى يعني إطالة أمد الحرب نفسها خوف من نتنياهو من العقاب أو السجن أو تهم الإبادة الجماعية أو غيرها. هو يدرك ذلك ولذلك هو بيسعى إلى إطالة هذه الحرب بقدر الإمكان، لأنه يعتقد أنه استمرار الحرب هي الوسيلة الوحيدة لاستمراره في الحكومة واستمراره في القيادة، ويعلم أنه اللحظة اللي حيوافق فيها على وقف إطلاق النار أو هدنة دائمة هي هتكون بمثابة نهايته السياسية وبداية محاكمته على الجرائم اللي انتهكها، سواء فيما يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي أو فيما يتعلق بجرائم الحرب في غزة واللي العالم كله أدانها. هناك أيضا معارضة له داخل الحكومة الإسرائيلية من إنهاء هذه الحرب، هناك المتطرفين اليمينيين زي بن غفير وغيرهم يمكن كان هناك تهديد لفظي حتى بأنه لا يمكن لنتنياهو اتخاذ القرار انهاء الحرب يعني بهذا الشكل. واضح حتى أنه داخل حكومة الحرب الإسرائيلية هناك تباين في المواقف ما بين وزير الدفاع ورئيس الأركان من جانب ورئيس الحكومة من جانب آخر، وإلا لكن وقوع نتنياهو تحت ضغط العناصر المتطرفة في حكومته، ولأنه هذه العناصر هي العناصر اللي بتضمن له استمرار هذه الحكومة، وفي نفس الوقت شعوره بأنه اليوم اللي هيحصل فيه وقف لإطلاق النار سوف يكون اليوم الأخير له في الحياة السياسية، هو اللي بيدفعه لاتخاذ هذا الموقف المتشدد والمتطرف أيضا. واستمرار الحرب بهذا الشكل فيها نوع من العبثية، لأنه هو لم يحقق أي من أهدافه حتى الآن، هو لم يستطيع القضاء على حماس، لم يقوم بتحرير الأسرى، لم يقدم للمجتمع الإسرائيلي الأمن اللي كان بيحلم بيه أو اللي كان بيشعر أنه في إحساس من الأمن بفعل القوة الإسرائيلية المفرطة. فكل العوامل دي بتدفعه إلى الاستمرار في هذا الطريق، رغم أنه تبين أنه النهاردة المجتمع الدولي كله أصبح على وعي بأنه لابد من وقف هذه الحرب التي تضر بكافة الأطراف، والتي ينتظر أن تتسع أيضا لتشمل يعني أجزاء أخرى في المنطقة أو يتسع نطاق هذه الحرب. وشفنا الحوثي إزاي قاموا بعمليات في طيب يعني قبل أن نتطرق لاتساع، طبعا اتساع رقعة الصراع زادت في المنطقة، الحوثيين من ناحية وحدث في جنوب لبنان من ناحية والعراق وسوريا وغيرها، لكن في هذه النقطة زيارة جانس إلى واشنطن حتى بدون علم نتنياهو كما أقيل، يعني هل حضرتك تعتقد أن هذا كان من أسباب زحزحة الموقف الأمريكي وتصريح بايدن الأخير بأن على نتنياهو تقديم تقرير حول الإبادة الجماعية وحول ما قام أثناء تلقي الشعب الفلسطيني للمساعدات الإنسانية، يعني عملية الإبادة الجماعية التي حدثت في هذه العملية بشكل خاص؟ وطبعا الجانب العسكري في الحكومة، وهي حكومة حرب بالأساس، المفروض أن اللي بيدير الموضوع فيها هو وزير الدفاع ورئيس الأركان، وبالتالي هم الأدرى بحجم الخسارة اللي مني بيها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، ومدى التورط اللي تورطه الجيش الإسرائيلي في جرائم حرب وأبادة جماعية وهي مدانة دولية، وخرجوا عن كل الأطر المتعارف والمواثيق المتعارف عليها دوليا حتى فيما يتعلق بقوانين الحرب أو نظم الحرب. وبالتالي هم يعلموا أنه هذه الجرائم سوف تكون محل مساءلة في المستقبل، ولذلك طرحوا عدة بدائل. يمكن يكون زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل
تم فيها طرح عدة بدائل، منها كيفية يعني محاولة تقديم مساعدات أكتر للفلسطينيين فيما يتعلق بتقديم مساعدات غذائية، وده اللي قد يكون يعني أحد الأسباب اللي هتدفع بايدن إلى الإعلان عن إقامة موضوع ميناء مؤقت في غزة وإقامة خط بحري من قبرص إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في محاولة لتخفيف الآثار الناجمة عن هذا العدوان اللي تخطى كل الأطر. أم سيكون محاولة لكسب أصوات أخرى في الشارع الأمريكي، وخاصة هناك إدانة لبايدن وهو مقبل على انتخابات، حتى أنه ترامب على ما أعتقد كما قالت التقارير فاز 34% أو 37% مقابل 34% لبايدن إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، ولكن ترامب أصبح الآن كما يتوقع البعض أنه أمام بايدن في الانتخابات القادمة. هل يحاول بايدن تصحيح هذه الصورة أو هذه الجزئية على وجه التحديد ما يتعلق باتجاهاته اتجاه الحرب في غزة وموقفه من إسرائيل أيضا؟ بايدن يسعى إلى ترميم الموقف الأمريكي المتداعي في هذه الحرب بنوع بإجراءات قد تبدو أنها متأخرة، كان يجب أن تكون متقدمة عن الـ الـ الوقت اللي حصل فيه هذا الدمار الهائل في غزة وهذه الأعداد الضخمة من القتلى والجرائم المترتبة على ذلك من المجاعة المقدمة عليها القطاع نتيجة عدم إدخال المساعدات الإنسانية. ويمكن ده كله بيلقي بظلاله على المفاوضات نفسها، لأنه الهدف الأساسي من الهدنة هو التقاط الأنفاس وتسهيل معيشة المواطنين. إصرار نتنياهو على الهجوم على رفح بيعكس يعني رؤية انتقامية تتخطى الأطر المتعارف عليها، ولذلك كان يجب على الإدارة الأمريكية أنها تاخد موقف أكثر حزما، ولكن هذا الموقف المتراخي من جانب بايدن هو طبعا بيعزوه البعض داخل الإدارة إلى يعني رغبته في استمادة بعض الأصوات اليهودية اللي تضمن استمراره في السباق الرئاسي، ولو أن أنا أشك أنه يعني قد يكون في مرشح في المستقبل مرشح مستقل أو يقلب الموازين حتى فيما يتعلق بالاثنين اللي هم على الساحة دلوقتي. طيب التصريحات إسرائيلية بأنه من يرفض دخولنا أو عمل عملية في رفح فهو يطلب منا الهزيمة ولن نصل إلى النصر، ما هو يعني شكل النصر اللي بيطلبه الإسرائيليون في هذه المرحلة بعد كل هذا الخراب والتخريب اللي حدث في قطاع غزة؟ هو بالدرجة الأولى نتنياهو يرغب في أنه يحرر يقوم بتحرير الأسرى بالحرب، وحركة حماس تدرك ذلك، وبالتالي هي يعني مدركة تمام الإدراك أنه استمرار نتنياهو في الحرب بهدف تحرير الأسرى هيكون هو الهدف النهائي من هذه الحرب وهو إعلانه النصر. وهم في التكتيك بتاع حماس أنه يحرم نتنياهو من هذه اللحظة، وبالتالي حماس يعني ما عندهاش ما تفقده. اللي في موقف صعب هو نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية، لأنه يعلموا أن هذه الحرب برغم كل الدمار الهائل اللي أحدثته وبكل المآسي اللي سببتها لن تؤدي إلى النتيجة المرجوة. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل سعادة السفير شريف شاهين مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. متواصلون مع حضرتكم في ملفنا الآخر بعد الفاصل.